السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم مدرسة الحياة ليكول دو لا في، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس من برنامج التعلم والتحدث باللغة الفرنسية في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا. في درس اليوم سوف نرى المؤنث والمذكر لبعض الكلمات باللغة الفرنسية. إذن على بركة الله نبدأ الدرس الثامن من هذا البرنامج. بسم الله. إذن سنبدأ بكلمة petit و petite، صغير صغيرة. إذن المذكر لو ماسكولان نقول بوتي بوتي بوتي، وفي المؤنث لو فيمينان نقول بوتيت، نضيف او بوتيت بوتيت بوتي بوتيت. غران grande، كبير كبيرة. grand بالنسبة للمذكر أو الماسكولين، و grande بالنسبة للمؤنث le féminin. grand grand بالنسبة للمؤنث نضيف e تصبح grande grande grand grande. lent langue طويل طويلة. إذن lent مذكر هي طويل، والمؤنث نقول langue طويلة. long 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 long. court courte قصير قصيرة. court لا نقرأ حرف ت في الأخير بالنسبة للمذكر، نقول كور قصير كور. وبالنسبة للمؤنث لو فيمينان نضيف او فنقرأ الحرف ت تصبح كورت كورت. كور قصير كورت قصيرة. كور كورت. vaste واسع أو واسعة، بالمذكر وبالمؤنث نقول vaste vaste، في الحالتين نقول vaste 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 vaste. jeune jeune نفس الشيء، شاب بالنسبة للمذكر نقول جون، وبالنسبة للمؤنث شابة نقول جون، لأن في الحالتين نستعمل كلمة جون جون أو جون جون. فيو مسن أو عجوز أو شيء قديم، لأن بالنسبة للأشخاص نسمي المسن أو العجوز بفيو، وبالنسبة للأشياء نقول قديم. فيو فيو هذا في المذكر لو ماسكولان، المذكر نقول فيو فيو. بالنسبة للمؤنث نقول
فياي مسنة أو عجوزة بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للأشياء نقول قديمة. فياي فياي فياي. Accueillant, accueillante, accueillant, accueillante. مرحب للمذكر، مرحبة للمؤنث. إذا بالفرنسية نقول لو ماسكولين مذكر accueillant، لا نقرأ حرف ت في الأخير. وبالنسبة للمؤنث لو فيمينا نقول accueillante، نضيف e ونقرأ ت تصبح accueillante. إذا لدينا accueillant، accueillante، accueillant، accueillant, accueillante. Actif, active. نشيط، نشيطة. بالنسبة للمذكر نقول أكتيف بأف الفاء، حرف فاء، أكتيف نشيط. بالنسبة للمؤنث لو فيمينا نقول أكتيف avec في في. إذا المذكر لو ماسكولان أكتيف، والمؤنث لو فيمينا أكتيف. Actif, actif, active, active. Beau, جميل. Beau, هذا الاسم مذكر، le masculin. Beau, beau. Belle, belle, جميلة. Belle, belle. إذا المذكر نقول beau والمؤنث نقول belle. Jolie, jolie. تعني نفس الشيء، جميل، جميلة. هنا نضيف حرف e في الأخير بالنسبة للمؤنث، لكن لا يتغير النطق، تبقى جولي بالنسبة للمذكر وجولي بالنسبة للمؤنث، الفرق فقط في الكتابة. جولي، جولي. مانيفيك، رائع أو رائعة. في الحالتين المذكر والمؤنث نقول مانيفيك، مانيفيك، ما ني فيك، ما ني فيك، مانيفيك. شارمان، شارمانت. فاتن، فاتنة. للمذكر لو ماسكولان نقول شارمان، ايضا لا نقرأ الحرف تي. وبالنسبة للمؤنث لو فيمينا نضيف أ ونقرأ حرف ت تصبح شارمانت، شارمان، 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 شارمانت، شارمانت. إيمابل، ظريف أو ظريفة، لطيف أو لطيفة. إذا في الحالتين المذكر والمؤنث نقول بالفرنسية aimable، 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 aimable. adorable، adorable. نفس الشيء، تعني محبوب أو محبوبة، شخص محبوب. بالمذكر والمؤنث نقول adorable، adorable، adorable.
adorable. Gentil, gentille. لطيف أو لطيفة. Gentil. للمذكر le masculin. نقول gentil. Gentil. لا ننطق حرف L في الأخير. نقول gentil. Gentil. للمذكر. بالنسبة للمؤنث نضيف L E وننطق حرف L في الأخير تصبح gentille. تصبح بحرف الياء. تنطق بحرف الياء في الأخير. Gentille. 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 Poli. Poli. مؤدب. مؤدب أو مؤدبة. بالنسبة للمذكر نقول poli. وللمؤنث نضيف حرف أ في الأخير لكن لا يتغير النطق الفرق فقط في الكتابة إذا نقول بو لي بو لي أو بو إي لي بو لي بو لي بو لي أجيل رشيق أو رشيقة في الحالتين المؤنث والمذكر نقول أجيل أ جي ل أ جي ل أجيل كالم هادئ أو هادئة في الحالتين المذكر والمؤنث لو ماسكولان اي لو فيمينان نقول كالم 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 جينيرو Généreuse. Karim. بالنسبة للمذكر. Généreux. Karim. و généreuse. بالنسبة للمؤنث. Féminin. كريمة. إذن في المذكر تنتهي الكلمة بالفرنسية بحرف X. Généreux. ولا ننطقه. Généreux. بالنسبة للمؤنث. حرف X يتحول ويصبح SE. SE. في الأخير. وننطق généreuses إذن للمذكر le masculin نقول généreux 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 بالنسبة للمؤنث le féminin نقول généreuse généreuse généreux généreuse كريم كريمة أو سخي وسخية كومبريانسيف كومبريانسيف متفهم متفهمة إذن بالنسبة للمذكر نقول كومبريانسيف avec F الفاء وبالنسبة للمؤنث نقول كومبريانسيف avec V كومبريانسيف Compréhensif. 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 Compréhensive. Compréhensif. Compréhensive. Créatif. Créative. Moubdé. Moubdé. Neuf chez. Bénézoua Moudakar. Créatif. Ou le mot créative créatif 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 créative créative doué doué موهوب او موهوبه نضيف حرف او بالنسبه للمؤنث لكن لا يتغير النطق doué 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 courageux courageuse شجاع شجاع مذكر courageux 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 والمؤنث courageuse courageuse courageux courageuse
فور فورت قوي قوية فور مذكر فورت مؤنث فور فورت فابل ضعيف أو ضعيفة في الحالتين نقول فابل فابل لقد وصلنا إلى نهاية درس اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه وأستودعكم الله في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم